ولنقاش الملف الفلسطيني مع تزايد وتيرة الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى وإعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو نيته لاقتحام الأقصى. ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق. أهلا بكم سيدي. هل تسمعني أستاذ محمد؟ نعم أسمعكم، تفضل. أهلا بك. قبل ساعات من اقتحام رئيس الوزراء وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى. كيف يمكن تفسير زيادة وتيرة هذه الاقتحامات في الأيام الأخيرة؟ نعم، هو الاستفراد، إذا ما لخصنا المشهد، هو استفراد إسرائيلي بالفلسطينيين بالمقدسات، تكرار مشهد الخناق الممارس على الفلسطينيين، ولكن هذه المرة بعباءة وبقناع عربي تطبيعي تلا قمة النقب. هذه القمة التي هرول إليها العرب للتطبيع مع إسرائيل لم تقف عند حد التطبيع، بل تجاوز الموضوع الإجراءات الأمنية والمشاركة الأمنية للاحتلال ورسم الخطط التي تستهدف القدس وغزة وإرادة الفلسطينيين. الذي يحدث اليوم في القدس ويجب أن لا يكون بعد قمة مع العرب، أي قمة مع العرب يجب أن يكون تسهيل على المقدسيين، عدم القتل، عدم الإصابات، دخول أهل غزة إلى المسجد الأقصى، دخول أهل الضفة إلى المسجد الأقصى، هذا يجب أن يكون بعد أي قمة تعقد في إطار عربي تطبيعي. الآن نتفاجأ بأن هذه القمة دلالة أنها كانت قمة أمنية لضرب المعنويات الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي ينكل بالفلسطينيين في القدس، يقتل بدم بارد في الضفة الغربية، يمنع الفلسطينيين من الدخول حتى للحق الطبيعي الذي كفلته كل القوانين الدولية، وهو الصلاة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. يمنع الفلسطينيون في الضفة وغزة من الدخول. إذن هذه الجريمة ممنهجة ومسندة ولديها ضوء أخضر من الساحة العربية. تتزامن هذه الاقتحامات مع انتهاكات لحرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام من شهر رمضان، وتحديد الدخول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة لفئات عمرية محددة. كيف يمكن قراءة كل هذه التطورات المتصاعدة مع الإجراءات الأمنية في المسجد الأقصى أيضا؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي لديه الآن ثلاث نقاط يعمل عليها. النقطة الأولى إخماد الهبة الفلسطينية المشتعلة منذ أسابيع بالعمليات النوعية، وهذا يتمثل باقتحام وحدات الدبدبان و اليمام وغيرها للأراضي الفلسطينية وتنفيذ عملية اغتيال لإرباك الشارع الفلسطيني وإحباط معنوياته. ثانيا، النقطة الثانية وهي النقطة السياسية الأمنية الإقليمية التي حصل على ضوء أخضر من خلال قمة النقب بمزيد من التضييق على الفلسطينيين، وأعتقد أن هناك ما يحاك ضد قطاع غزة خلال الأسابيع القادمة على يد الغلمان العرب وكذلك الإسرائيليين. النقطة الثالثة هي محاولة لتجميع البيت الإسرائيلي على وقع الشروخات التي حدثت والانقسامات التي تحدث وحالة الخوف والرعب الذي يعيشه المستوطن الآن في المستوطنات في الضفة أو في المدن الداخلية بعد العمليات النوعية التي حدثت، لأن حالة الأمن هي رأس مال دولة إسرائيل التي بنيت على الأراضي الفلسطينية. إذا ذهبت معادلة الأمن أدراج الرياح فإن هذا يشكل الخطر الحقيقي على وجود هذا الكيان، لذلك هم يسعون لإرباك الفلسطينيين، منع العمليات، تضييق عليهم، وفي نفس الوقت رفع معنويات المستوطن الإسرائيلي الذي حتى الأمس بات يخاف أن يقف على شرفة منزله في المستوطنة نظرا لإطلاق النار المتكرر والعمليات المتصاعدة في الضفة الغربية. المقاومة حذرت قبل أيام قليلة من هذه الانتهاكات، ما مدى إمكانية أن ترد المقاومة على هذه الإجراءات الأخيرة أمنيا في الأقصى؟
يعني في اقل من اسبوع 11 قتيل اسرائيلي كلهم من الجنود، لان افترتها المقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه، بالاضافه الى اصابه العشرات من المستوطنين بالحجاره والميليتوف واطلاق النار. هذا مؤشر مهم جدا على ان المقاومه تضرب بيد من حديد على المستوطنين والاحتلال وحكومه الاحتلال. اما على صعيد توسيع المقاومه لعمليه عسكريه واسعه كما حدث في مايو الماضي في سيف القدس، فاعتقد أن ما يمارس في المسجد الأقصى المبارك حاليا هي خطة ممنهجة لسحب الفلسطينيين إلى مربع الخناق الذي تم الاتفاق عليه في قمة النقب وحصار المقاومة. لكن المعادلة يبدو أنها ستتغير، خاصة إذا قالت المقاومة كلمتها في الساعات الأخيرة، حيث أن التوتر يزداد وأن المقاومة في حالة دراسة مستمرة وحالة جلوس مستمر لقراءة التداعيات، بالإضافة إلى أن المقاومة في الضفة الغربية مستمرة ومتصاعدة. أضف إلى ذلك أن تجربة مايو سيف القدس في العام الماضي كانت مهمة لرصيد المقاومة الشعبي واحتضانها، كذلك جغرافيا السياسة التي أدخلت اللد والرملي وحيفا ويافا وأم الفحم، بالإضافة إلى جنين ورام الله ونابلس وغزة وخان يونس، واجتمعت كل الخارطة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة تصعيد، وأن الكلمة في الساعات القادمة ستكون صعبة على من سيتفقها. محمد القيق الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة.